نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرة الصحافة ومعنا للتحليل على أهم الأخبار التي صدرت صحف هذا اليوم. ضيفها العزيز الأستاذ الكاتب الصحفي سالم إبراهيم سالم رئيس تحرير جريدة مصر اليوم. أهلا بيك يا فندم. تحية لحضرتك. أهلا بيك يا فندم. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. نبدأ مع حضراتكم سريعا مشاهدينا. أول خبر معنا بعنوان الرئيس الاستفادة من قدرات الشباب بقطاع الاتصالات. مضمون الخبر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبار قطاعا حيويا واعدا والعمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية متميزة هائلة في هذا المجال لا سيما من الشباب، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية والمناطق التكنولوجية وأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتوفير المرافق اللازمة لها من خلال استخدام حلول تكنولوجية متكاملة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة هذا الخبر حابب اربطه بالنظام الجديد الخاص بالتربيه والتعليم اللي اعلنه من خلال مؤتمر صحفي معالي وزير التربيه والتعليم امس، الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثه، الاهتمام بوسائل الاتصالات، واعتقد ده يعني جزء منه استغله معالي وزير التربيه والتعليم في النظام الجديد اللي اعلنه بالامس والذي ادخله على تحديدا المرحله الخاصه بالتعليم الاساسي. تمام. هو في الحقيقه بداية يعني أنا بوجه التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة العاملين المهتمون بالشباب، وإذا كان وزير التربية والتعليم أشار بمجهودات وتطوير التكنولوجيا والاتصالات في مجال التعليم فده شيء جميل جدا. صحيح. ولكن اللي أنا عايز أوضحه للسادة المشاهدين والمستمعين بشكل عام او للشعب بتاعنا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشغله حاجه مهمه جدا وهو الاهتمام بالشباب وليست في مجال التكنولوجيا فقط ولكن في مجالات عديده. لقاؤه مع الوزير ياسر القاضي لقاء كان مهم جدا ومثمر، كان فيه نقاط معينه. الراجل ده عنده مواعيد ثابته، مفيش حاجه، مفيش اعتذارات، مفيش، ما بيقبلش اي عذر من اي حد مهما كان، ولذلك تأكيده على ان الشباب يكون لهم الاهتمام بالمدن بتاعتهم وتطويرها بالتكنولوجيا والمعلومات وتكون مشابهه او معادله لبعض المدن اللي هي موجوده خارج جمهوريه مصر العربيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيشتغل على الشباب بيشتغل على الشباب لان هم الشباب فعلا ثمره هذه البلد. ياسر قاضي كوزير اتصالات فعلا اشار لفخامه رئيس الجمهوريه او لسياده رئيس الجمهوريه بعده نقاط مهمه جدا، وان شاء الله هيتم توفيرها، هيختاروا مدن كتير جدا وهيتم تطويرها بالشكل التكنولوجي السليم. انا فعلا بحيي ياسر القاضي ان هو كوزير اتصالات في ابتكارات حتى كمان من وزارته مقدمه للسيد رئيس الجمهوريه خاصه بالشباب. احنا لما رئيس الجمهوريه او الساده العاملين على الحكم ان هم يهتموا بالشباب ده شيء عظيم جدا، ودي خطوه ايجابيه لازم لابد ان ننتبه جيدا لها. صحيح. لان تطوير التكنولوجيا والمعلومات في العصر اللي احنا فيه ده شيء مهم لابد ان يكون فعلا متوفر في مصر. صحيح. التكنولوجيا هي لغه المستقبل كما نعم. يقال ويحث في المجتمعات المقدمه، فاعتقد يعني الاهتمام بها واستغلالها الاستغلال الامثل سواء في مجتمعات عمرانيه سواء في الاتصال سواء في التعليم، اعتقد ده مهم في هذه المرحله. طب عبد الفتاح السيسي لن يشغل باله الا تطوير واتاحه وتسهيل الطرق للشباب. حقيقة احنا فعلا بنمر بمنعطف تاريخي خطير جدا، ولكن ان شاء الله هنعبر هذا المنعطف. هيكون فيه يمكن بعض الناس اللي هم اللي مسهم بعض الحاجات من ارتفاع اسعار او كذا او كلام من ده، ودي ده شيء مش هنقول عليه قديم، ولكن هو بيلتمس ده وعارف ده وعايش ده، وعلشان خاطر كده اهتمامه بالشباب وتطويره يعني ده هيبقى شيء مهم جدا وخطوه ايجابيه، وهينعكس كل اللي بيعمله ده. صحيح. ان شاء الله ايجابا وليست سلبا. انا مش بتكلم عن شخص، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو جمهوريه مصر العربيه زي ما اي مواطن او اقل او اكبر مواطن هو جمهوريه مصر العربيه بيمثل مصر حالها. انا بشكره على الخطوات الحلوه اللي هو بيقدمها للشباب، ولسه فيه كمان حاجات كويسه ان شاء الله في القريب العاجل. يعني انا يعني مش عايز اتطرق لحاجات
نقول عليها دعاية إعلانية، ولكن في حاجات كويسة إن شاء الله. الشعب هيسمع أخبار فعلا حقيقي إن شاء الله اللي جاي أفضل، أفضل بكتير من اللي فات يعني إن شاء الله. حول الدولة المصرية ومتكاتفين وحدنا مع بعضنا البعض إن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الرحمن. ننتقل للخبر الثاني مشاهدينا بعنوان نظام جديد لإحكام الرقابة على المجمعات الاستهلاكية. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة تطبيق نظام جديد لميكنة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة العاملة المصرية، بالإضافة إلى شركات المجتمعات الاستهلاكية الثلاث الأهرام والنيل والمصرية والشركات الأخرى، وربطها بنظام مركزي موحد سيتم من خلاله تحديد أسعار السلع الغذائية والكميات المتوفرة في المخازن والفروع عبر نظام خاص بالباركود لمراقبة عمليات التداول، وأيضا الالتزام بالعمل والعمل على حل كافة هذه المشكلات المتعلقة بهذا النظام. أعتقد استجابة سريعة من قبل وزير التموين لها حول المشاكل المتعلقة بنظام الميكنة والخاص كمان ببطاقات التموين، فأعتقد إحكام الرقابة المجمعات الاستهلاكية محتاج كمان العديد من الإجراءات. شايف هذه الإجراءات اللي اتخذها وزير التموين، هل إن شاء الله سوف تساهم بشكل كبير في يعني تعديل سير المنظومة إلى الأفضل؟ هي ليست وزارة التموين فقط لغير، أو ليست وزير التموين فقط لغير بصفته وشخصه، ولكن هي جهات سيادية أخرى بتتابع معايا عن ظهر قلب وعن كسب. في اشياء كتير جدا بطرت من هذا الوطن، او الاعمال السيئه جدا. كان في بعض الناس بيستعدوا في الفترات الازمات دي عشان خاطر يفتعلوا ازمات ويقولوا اشاعات عن اختفاء بعض السلع ووجود بعض وغلاء بعض السلع، ولكن هناك يد من حديد لابد ان يضرب بها على كل من تسول له نفسه ويقتني شيء ثم يظهره في الخفاء أو يتاجر به على أحسن الناس. أشياء كثيرة وزارة التموين لابد أن تعي، يعي كل مواطن أن وزارة التموين فعلا ليست هي فقط، ولكن لديها أجهزة رقابية عديدة اشتركت معها بتعليمات رئيس الجمهورية والأجهزة المعنية الأخرى السيادية، حتى يكون هناك ضبط في عملية الأسعار وترتيبها وطرحها بشكل صحيح. أي حد مهما كان حجمه هتسول له نفسه يقتني أو يخفي أو يظهر بعد كده في السوق السوداء أو يفعل شيء يخالف القانون، فهناك أحكام القانون هتكون صارمة فعلا، وهيكون عبرة لمن يعتبر صحيح. وزارة التموين فعلا بتستعد لهذا الشيء بشكل جيد بشكل مظبوط، والدليل ان شاء الله هيكون واضح وقريب في القريب العاجل ان شاء الله. نقدر نقول اللي احنا شايفينه دلوقتي على ارض الواقع هو الصحوه، سواء من قبل يعني رجال الرقابه من كافه النواحي وايضا من قبل وزاره التموين، ده هدفه توصيل السلع المناسبه باسعار تناسب وتلائم المواطن البسيط والقضاء على جشع التجار، وده اللي احنا محتاجينه. وقبل المراقبه والاجهزه الرقابيه محتاجين الرقابه الخاصه بالضمير، كل واحد يراعي ضميره من الساده التجار عشان نقدر نتكاتف مع بعضنا البعض ونقدر نحتضن مصرنا الحبيبه الى بر الامان. مش هتيجي الظروف واحنا كمان هنكون ضد المواطن البسيط، لا، احنا محتاجين نتكاتف معاه ونقدم له السلع باسعار تناسب. ننتقل للخبر التالي مشاهدينا بعنوان التنسيق مع الوزراء المعنيين لتحديد سعر مناسب لمحصولي البنجر والقصب. كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه كلف مجلس المحاصيل السكريه بتشكيل لجنه لتضم ممثلين من النظام أو غير العام الخاص ومركزي أصدن البحوث الزراعية ومعهد المحاصيل السكرية لإعداد مقترح بتحديد السعر الأمثل لتوريد محصولي بنجر وقصب السكر في ظل المتغيرات الحالية والسياسية الخاصة بالزراعة للمحصولين. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع نائبه لشؤون الاستصلاح الأراضي ورئيس مركز البحوث الزراعية ورؤساء مجلس المحاصيل السكرية والقابضة للصناعات الغذائية ورؤساء مجالس إدارات شركات السكر من القطاعين العام والخاص، لذلك للوقوف على المشكلات التي تواجه المحاصيل السكرية وإيجاد الحلول اللازمة لها. أعتقد اجتماع مهم جدا، وأعتقد إن شاء الله بإذن الرحمن سوف نخرج منه بتوصيات، أو خرج منه الاجتماع بتوصيات تفيد يعني الاهتمام بمحصولي القصب والبنجر وأيضا توفير السكر. طب احنا عارفين طبعا المشاكل اللي كانت قبل كده حول السكر، فأعتقد ده إن شاء الله بإذن الرحمن هيسوف يعني يذلل كافة العقبات اللي تواجه هذا المحصول. لفتة جميلة جميلة جدا لما وزير الزراعة وده جديد من نوعه وليس مدح في شخص، ولكن الاهتمام بالمزارع خاصة البنجر وغصب السكر أو المزارع بشكل عام دفعة قوية جدا ترفع من الروح المعنوية للفلاح، لما حسسه ان هو ان انا معك في 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 كل حاجة. الاجتماع عشان خاطر يحدد السعر ده ليس السعر فقط لا غير، ولكن عشان خاطر يطرحوا كافة المعوقات وحلولها. دكتور البنا فعلا هو عايش في وسط هؤلاء الناس عن ظهر قلب،
في وزارة الزراعة بتجد حلول للناس اللي هي بتقول لك انا خلاص مش هزرع تاني بنجر، مش هزرع عصب سكر، لان انا في التوريد بيحصل معايا كذا وبيحصل معايا كذا، انا بيبقى لي فلوس، بيبقى لي بقى المحصول. ولكن هي لفتة جميلة جدا انه يهتم بالمزارع. المزارع حاجة كويسة جدا عندنا، المفروض ان احنا فعلا بحاجة ماسة ان احنا نقترب منه ونحسسه ان احنا معاه، وليست بتحديد الاسعار فقط لغير، ولكن بمناقشة المعوقات و مشكلات وتسجيل بعض العقبات في حلولها. الدكتور عبد المنعم البنا هو لن يعمل على محاصيل معينه فقط لغير، هو فعلا اشتغل محصول قمح ونجح، وفعلا معظم الناس او انا اقدر اقول لك 90% من الناس فعلا عندهم رضاء تام في توريد القمح، وعندنا اكتفاء. هو الساده المشاهدين والساده المزارعين خرجوا فعلا من هذا المحصول بشكل جيد بتعليمات برضو السيد وزير الزراعه والساده المعنيين معه. ولذلك انا فعلا بقول ان خطوه وزير الزراعه والاهتمام بمزارعي قصب السكر والبنجر دي خطوه مهمه جدا حتى نعتمد على الانتاج المحلي بالنسبه للسكر تكون نسبه اكبر يعني ان شاء الله. ننتقل للخبر التالي مشيدنا بعنوان رئيس الوزراء نحرص على تذليل المعوقات امام رجال الاعمال. التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدد من ممثلي مجتمع الاعمال، وذلك بحضور وزيري التجاره والصناعه والماليه ورئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه. وخلال اللقاء اكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومه على التواصل المستمر مع رجال الاعمال في مختلف القطاعات، ذلك بما يتيح الفرصه لمناقشه تطورات الوضع الاقتصادي واستعراض خطوات الحكومه لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وتاثيرتها على مناخ الاعمال والاستثمار في مصر. اعتقد يعني دي خطوة هامة جدا، والاجتماع ده محتاجينه يكون بشكل دوري بحيث ان احنا نقدر نبحث كافة المعوقات ايضا التي تواجه رجال الاعمال، لان احنا في امس الحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات، فمش يعني او ما ينفعش بشكل كبير ان احنا يكون عندنا مناخ يعني جاذب للاستثمارات وفي نفس الوقت عندنا معوقات تعوق رجال الاعمال لضخ الاستثمارات. رؤية حضرتك واهتمام رئيس الوزراء بهذا الملف تحديدا. جديد لرئاسة مجلس الوزراء ان تعمل هذا الاجتماع الهام برجال الأعمال ومناقشة المعوقات التي تعوقهم. احنا بنقول الروتين بتاعنا او الاجراءات اللي هي بيتبعوها لتنفيذ بعض مشاريعهم بيكون في روتين معين بنلتزم بيه، يبقى في بعض توقيتات ان هم بعض منهم بيمل، ولكن اجتماع السيد شريف اسماعيل بهؤلاء او بممثلي هؤلاء رجال الأعمال لتسجيل كافة العقبات وجلب وجذب الاستثمار وتزويده. احنا في داخلين فعلا على صفحه مشرفه من التاريخ المصري، وهو تزيين هذه الصفحه لابد ان تكون بالمشروعات الكبرى التي تشغل هذا البلد وشبابها واهلها. لابد ان يكون هناك تطوير وتقديم بعض التنازلات الغير ماسه بالقانون المصري حتى يكون في دفعة قوية جدا لجلب الاستثمار من الخارج. الاستثمار كان همجي فيه من قبل بشكل همجي، مين ما كان من هب ودب كان بيجي، ولكن دلوقتي أي مستثمر إن كان بيجي هنا بيجي معاه دراسة الجدوى بتاعته، معروف هو مين، هيعمل إيه، هيقعد فترة قد إيه، هيقدم إيه. هنا سيد شريف إسماعيل ماشي بتوجهات معينة وليست من الرؤساء فقط، ولكن أجهزة كثيرة تساعد بعضها لبعض للنهوض وتطوير المشاريع وظهورها على أرض الواقع. خطوة جميلة جدا إن احنا نهتم بالمستثمرين حتى يروا أو نرى مصر جديدة مرة أخرى. أستاذ سالم، لو شفنا هدف يعني رئيس الوزراء من اجتماعه مع رجال الأعمال يعني الفئات المعنية يتشابه تماما مع كان الهدف من المؤتمر الاقتصادي الذي عقد منذ سنوات في شرم الشيخ، وكان هدفه أيضا المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وموضوع الشباك الواحد، ولكن بعد انعقاد هذا المؤتمر حتى هذه اللحظة ما زال هناك بعض العقبات أو المعوقات التي تواجه المستثمرين. شايف دور الأجهزة الرقابية، دور الحكومة، دور الوزراء المعنيين، دور رئيس مجلس الوزراء في المراقبة المستمرة والدورية لمثل هذه المخالفات التي تمثل عائق كبير جدا عند رجال الأعمال والمستثمرين. عظيم جدا، سؤال سعادتك جميل جدا. ربنا يعزك. أنا عايز بس أوضح جزئية مهمة جدا، إن إحنا لما الشعب بتاعنا لما اختار، إحنا مش مع حد ولا ضد حد، لا أنا ولا أنت طبعا، ولكن شعبنا لما اختار اختار صح، لأن هناك عقل يدير بشكل صحيح. أنا النهاردة عامل زي الدكتور اللي هو
بتاع جهاز الاحساس، لان جهاز الاحساس ليست له مكان في جسد الانسان، ولكن عامل زي الدكتور اللي تخصص ان يشوف جهاز الاحساس عند دي حاجه نفسيه كبيره جدا يعني، ولا نترك عليها، ولكن هو كعقل عسكري مخابراتي فاهم هو بيعمل ايه. كل من هب ودب زمان كان داخل خارج طيارات خاصه وطيارات عامه وطيارات مش عارف ايه، ومشاريع واراضي تسلب من الدوله وفلوس تتاخد من البنوك وكلام كتير جدا جدا. ولكن هنا هو بيقول يا جدعان انا لو اي حد عنده نيه الاستثمار الحقيقي والتطوير والتجاره والعمل بمصر، ولذلك عمل رحلات كثيره وعديده لبلدان، لبعض بلدان العالم هنقول اكثرهم، وفعلا هم بيوافقوا على رايه لما بيقتربوا من الحكومه الجديده او من الرئيس وحكومته وحكومته الجديده، العاملين معه بيروا ان ده فعلا عايز ان هو يظهر مصر بصوره مصر الجديدة. ولكن المعوقات التي كانت تعوق هؤلاء بالأمس في تعليمات وتعليمات سيادية خطيرة، ممنوع أي حد مهما كان حجمه أدام سليم لازم بياخد على طول دوره ويمشي في إجراءاته القانونية. ونحن شايفين طفرة قوية جدا عندنا في 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 مصر، في 5000 مصنع بيتعملوا في العين السخنة، في مش عارف أراضي مطروحة من هيئة التنمية الصناعية، في طفرة قوية جدا، في دفعة، كان فيه سوق سوداء وكان فيه عملاء وكان فيه للأسف الشديد بروكر وسطاء وسمسرة. الكلام ده كله اتبطر، بقت فيه تعليمات. السيد رئيس الجمهورية يتعامل مع جهاز الأمن القومي، هو العمود الفقري، العمود الفقري لمصر والحفاظ على أمن مصر، وليست الأمن هو معناه سلاح فقط لا غير، ولكن يتعامل معهم على أسس أنه هو فعلا هناك مواطن لابد في الآخر أن يكون هناك لديه أن يكون لديه رضا بالعيش على أرض مصر. أنا إن شاء الله بإذن الله سيمر الزمن وحترى مصر بشكل إن شاء الله، ونرى جميعا إن شاء الله نحن وأولادنا وأحفادنا مصر بشكل جديد، لأن إحنا مش عايزين حد يعلمنا الزراعة ولا الصناعة، ولكن لما بنقول حد تفضله عشان خاطر إحنا نستثمر مثلنا كمثل غيرنا في أي بلدان العالم، يقتربوا الناس ويستثمروا ويعملوا، ولكن المرة دي بشكل جديد وشكل مدروس وشكل مفهوم. مفيش حاجة اسمها معوقات لمستثمر، ورقك سليم ومظبوط، ممكن في خلال 48 ساعة يبدأ مشروعه، وفي تعليمات سيادية وقيادية معروفة واضحة لكافة الوزراء وليست وزير بعينه. أن لا مفيش حاجة اسمها أن أن أن, أن تؤخذ كافة الإجراءات القانونية لمساعدة أي مستثمر جاد. طيب خلينا نقول وليس العبث بالأمن القومي، زي ما الحكومه لها دور كبير جدا وداعم للاستثمار والمشاريع في مصر، الاعلام له دور ايضا مهم في الترويج لمثل هذه المشروعات ودعم للاستثمار. عشان كده حابب اطالب حضرتك، انا بحب احلل الاخبار معاك عشان انت فعلا عقليه متفتحه جدا والله العظيم، وليس بوجهك. ربنا يعز حضرتك، ده شهاده نعتزي بها يا فندم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. زي ما احنا بنقول، زي ما الحكومه لها دور، احنا كمان كاعلام لنا دور كويس جدا، والحمد لله يمكن قناتنا المحترمه ليها يعني نسبه مشاهده كبيره جدا من الشرق هنا في الوطن العربي. عشان كده حابب حضرتك وجه رسالة لكل أشقائنا وكل متابعينا، وخاصة من رجال أعمال والمستثمرين، نصف لهم المشهد الراهن الاقتصادي في مصر الحقيقي، وأيضا المشهد الأمني، حتى نستطيع أو نكون حائط صد منيع ونرد على كافة الشائعات اللي تروجها وسائل الإعلام المغرضة التي تريد العبث بمقدرات مصر. نقدر نقول ونحكي إيه عن بلدنا، سواء من الأمن والأمان أو سواء في الترويج للمشاريع الاقتصادية أو المناخ الاستثماري. بالأمس القريب أنا كنت في احتفال في الصوت والضوء لبعض الجهات المعينة أو بعض الأحزاب المعينة. تخيل أنا فرحة قلبي حينما أرى صورة مصر نظيفة، صورة مصر في طفل لابس نظيف وبيحضر احتفال في بشكل معين لجهة معينة أو حزب معين. الأمن اللي هو بيقول لك اتفضل لو سمحت بعد إذنك الشنطة، بعد إذنك كذا، دي جزئية احنا هنتفرق عليها بعدين، بس انما خليني اتكلم على وسائل الإعلام المأجورة، ليست لديها رقابة حتى الآن. وانا اناشد من هنا من هذه القناة ان القنوات التي تعمل لحساب الآخرين هو وقت مؤقت، لان السيد رئيس الجمهورية لن يسمح لأي احد مهما كان ان يعبث بأمن مصر. هم مفكرين نفسهم الراجل فاضي وقاعد بيتفرج على تلفزيونات هو والناس اللي معاه. لا، دوركم جاي، اهدوا. صحيح. القنوات الموجهة التي تسيء إلى سمعة مصر وتعبس حتى يكون لهم أغراض أو مآرب أخرى، إن شاء الله هيكون لهم وقفة وعقاب شديد. صورة مصر الأمنية الحمد لله، إحنا ما فيش بلد في الربيع العربي اللي حصل كله
بقت زي صورة مصر دلوقتي، احنا كل شيء عندنا تمام. صحيح. انا بسأل حد وانا احط بنزين لعربيتي بقول له قول لي الناس خفت ولا ايه يعني بالظبط؟ قال لي لا احنا بدل ما كنا بنورد 20,000 اليوم بقينا نورد 30,000، ولكن هم نفس العربيات، هو نفس البنزين، هو نفس الصلب. انا بسأل السؤال، مصدقني هو سؤال بالنسبه لي انا قد يكون سياسي، ولكن هو كراجل على الفطره وكذا وكراجل طيب، فبقول يعني هو الشعب بتاعنا شعب محترم ما بيعملش الحاجه الا بالحاجه. صحيح. شايف انت شهاده من راجل زي ده احسن ما انا اخدها من بعض الساده المروعين. صحيح. والذين يشيرون الى بلدنا العظيم، لان مش هنسمح لاي حد مهما كان نزل مش هيستمروا. وانا بناشد من هذه القناه ان لابد على وزاره الاعلام التجديد الدقيق والغاء بعض التراخيص وعدم التراخيص الى اي احد مهما كان، حتى لو كان مصري، الا بعد موافقه الجهاز الرقابي الدقيقه. المجلس الوطني بقى الاعلام اعتقد دوره مهم جدا. شغالين بامانه يعني. نعم. شغالين، والامن القومي تدخل في الجزئيه دي كمان. صحيح. لان في ناس كتير جدا للاسف الشديد عايزين يشوهوا صوره مصر. صحيح. وهو بس مش فاضلهم، ده هو مشغول بينا وبيه، ولان مصر دي حاجه جامده جدا جدا جدا. نعم. ما تنساش ان احنا بينا اكتر من 100 مليون. صحيح. الراجل اللي بيتحمل مسؤوليه بيت، حتى لو هو مثلا لو عيله مثلا 100 عيله او 300 او 1000 عيله، الله يكون في عونه، فما بالك ده 100 مليون. وال100 مليون تخيل انت لو لخصناهم هنقول يعني لكل واحد امنيه، او لكل 100 واحد امنيه، لو كل 1000 ليه امنيه. نعم. فبتبص تلاقي، ولكن الحمد لله انا الاقي رضا في الشارع. الحمد لله. ناس كتير جدا بتقول لك احنا هنعمل ايه فعلا. صحيح. بلدان كتير جدا تطورت، الحمد لله احنا ما بنمدش ايدنا لحد. صحيح. ما بنغتصبش حد. كانوا عايزين يبصوا لمشكله نهر النيل دلوقتي، يبصوا لمصر اللي هي دلوقتي، معلش، هيئه التنميه الصناعيه لما طرحت اراضي كتير وعديده. الناس ما بيهمهاش الكلام بتاعهم ده. صحيح. هناك بعض المأجورين. صحيح. لابد أن يكون هناك قانون يحاسب هؤلاء ويقفوا. صحيح. وفي حد مرتبه 200 و300 ألف ونص مليون ومليون جنيه. صحيح. معلش، قول لي من تعاشر أقول لك من أنت. صحيح. أنت النهاردة بتديني 10 جنيه عشان خاطر أنا بشتغل 1 2 3، لا فجأة أنت بقيت تديني دلوقتي مليون جنيه عشان أجي أحلل الأخبار مع حضرتك. في هدف مع عاصم بمعالي، سوري. لكن أنا النهاردة جاي بعرف نفسي إن أنا بعمل كذا كذا، وفي عندي برنامج بدون أي مقابل. الحمد لله. بدون أي مقابل. هذا زدنا نوصل عشان نقول للأستاذ المشاهدين. يعني أعتقد يعني نقدر نقول مهما كانت الظروف قاسية وصعبة على المواطن المصري، هناك شعب أصيل ومحترم يعشق بلاده، شعب يحتضن يعني كافة ضيوفه، وبيحب إن هو يقدم لهم يعني كل شيء يفيد الدولة المصرية. وفي حاجة كمان سعادتك، بعدين سعادتك، وفي حاجة، هو دلوقتي في بنية أساسية بتحصل عندنا بشكل محترم. صحيح. ومشروعات كمان في مجال الزراعة. في مجال الزراعة إن شاء الله إحنا بعد كده هيكون عندنا اكتفاء. إن شاء الله في بعد كده هيكون عندنا اكتفاء في مجال الزراعة بإذن الله. في مجال الصناعة إحنا هنطور نفسنا بأنفسنا. الجدار الأمني بتاعنا جدار خطير جدا، عامل زي اللهب، وليس من سمك واحد، ولكن هي عدة يعني أكثر من سمك، وكل سمك يقيه سمك آخر، معلش يعني يقيه سمك آخر، بيوصل في الآخر أنت تمشي في بلدك الساعة 1 الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 الساعة 5 في أي وقت. صحيح. في أي وقت أنت لو جيت عندك أي حاجة أنت عايزها لابنك أو لبيتك أو كذا ممكن قوي. وهو ده عامل الأمن يا فندم اللي احنا كنا بنتكلم عليه، يعني. وده الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد القومي. أنا هضيف لحضرتك معلومة صغيرة جدا. أنا في صديق جاي من المغرب يقعد مثلا يومين، كان متخيل، قال له ده بيدبحوا في مصر وبيعملوا، لما نزل وشاف المنظر قال إيه ده؟ احنا قاعدين والساعة 3 الصبح. لا يعتبر سفير لمصر لما يرجع بعد كده تاني لبلاده، واعتقد ينقل الصورة الايجابية. وصل بالسلامة يعني. الله عبد الرحيم. نعم. نتمنى يا رب السلامة لمصرنا الحبيبة، وان شاء الله باذن الرحمن اللي جاي افضل واحسن لهذا البلد العظيم. ننتقل للخبر التالي مشاهدينا بعنوان حملات مرورية مكثفة ومكبرة ايضا بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات. عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية على المحاور، بناء على تعليمات اللواء علاء الدين متولي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها. وأيضا انتشر رجال المرور بربوع المحافظة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كافة المخالفات بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كفاءة السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع ولا تتسبب في زحام مروري
بالطرق. اعتقد يعني هذه الحملات مش محتاجينها بس في القاهره ولكن في كافه محافظات الجمهوريه، واعتقد يعني هذه الحملات يعني موجوده في كافه محافظات الجمهوريه. شايف اهميه وجودها تحديدا يعني في هذه الظروف؟ يمكن شفنا قبل هذه الحملات، شفنا قد ايه برضه الحملات الخاصه بالتسعيره الخاصه بسواقين الميكروباصات، وكانت متواجده في المواقف بتاعه السرفيس عشان ضبط التسعيره والقضاء على جشع بعض السائقين. اعتقد في صحوه امنيه بتدل او بتبعث بالكثير من الرسائل على كافه الاصعده. هو في الحقيقه احنا بقينا انتباه بعد صفا. كنا صفا الاول كان استرح بعد الثوره، روح جدد عربيتك، جدد مش عارف المركبه بتاعتك، جدد سيارتك، التزم ان الساده اللي هم العاملين بالميكروباص والجمعيات والميكروباص الخاص والتاكسي ايضا. فكان في بعض التجاوزات. لما نيجي لما يجي مجلس الوزراء يتناقش في بعض التجاوزات دي، في قائد لهذا العمل، السيد وزير الداخليه مشكور لتعليمات السيد الاداره العامه للمرور بالانتباه فعلا، وهم ناس بيحسسوا يعني العمل اختلف خالص عن الاخر، يعني بيحسسوا المواطن فعلا ان احنا بنعمل كده عشانك وعشان فعلا بلدنا تبقى احسن. يعني انا النهارده لما اكون مخالف عرفت لازم انا اعترف ان انا مخالف. النهارده انا ما امشيش بسرعه، النهارده انا ما زودش اجره على مواطن، النهارده انا ما اكسرش اشاره، ما استغلش المواطنين، لان في كثير من الناس وفي بعض الناس اللي هم بيفتكروا في الفتره الانتقاليه البسيطه دي ان ممكن يحصل فيه تجاوزات، فالحملات المرورية دي مطلوبه ومهمه. صحيح. وانا فعلا بناشد وباكد ان يا ريت تستمر بشكل مستمر، فعلا موجودين. انا كنت لحد الساعه 4 4 ونص كمان على المحور، ومن المحور للدائري بالليل. صحيح. ما شاء الله عاملين شغل هايل جدا، مفيش ناموسه بتعدي، مفيش حد، كله بيفرز. صحيح. وده حاجه جميله جدا، انا شايف مصر عندنا بقت في صوره احسن، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هي فعلا الصوره دي توصل بره عشان نشوفوا العمل الجمالي اللي موجود عندنا. صحيح. وبقى في تغيير تام في الجهاز كله بشكل عام، يعني في ارتقاء في التعامل مع الناس، وفي روح القانون بيطبق ايضا. انا بشكر فعلا السيد وزير الداخليه والسيد مدير الاداره العامه للمرور على تكثيف هذه الحملات. صحيح. واتمنى انها تستمر وليست في ايام محدده فقط ولكن طوال العام. على ذكر الاداره العامه للمرور، يعني المرور بشكل عام يمتلك العديد من الرجال المخلصين، والجدير بالذكر حابب يعني اتقدم بالتهنئه وخالص يعني الشكر لسياده العقيد مصطفى ابراهيم اللي كان مدير اداره العمليات بالاداره العامه للمرور لترقيته لمنصب عميد وتوليه مدير الاداره العامه لمرور سوهاج. بنقول له الف مليون مبروك سياده العميد مصطفى ابراهيم، وان شاء الله زي ما بذلت يعني الكثير من المجهودات في الاداره العامه للمرور قادر ان شاء الله تعطي المزيد لمرور سوهاج، وهم دول رجال وابطال المرور في مصر، وقس على ذلك العديد من الامثال زي سيادة العميد مصطفى إبراهيم، وده اللي محتاجينه من هؤلاء الرجال الأبطال في هذه المرحلة الراهنة حتى نستطيع أن نحتضن مصرنا الحبيبة بكل إخلاص وننتقل بها لبر الأمان. مشاهدينا الكرام، دي كانت جولة سريعة في أهم الأخبار التي صدرت صحف هذا اليوم. ده معلش للسيد وزير الزراعة خاصة بما أننا ضيف عند جماعة وزارة الزراعة. بيتك يا فندم. في بعض الشباب اللي لديهم مشاريع مهمة جدا متوقفة، رجاء دون تحديدا لأي أحد، ليست أنا مع أحد ولا ضد أحد. يفتح باب معالي وزير الزراعة لهؤلاء الشباب وليست بعضهم حتى يتسنى لهم العمل بشكل دقيق. صحيح. واستكمال إجراءاتهم القانونية اللازمة واحترام القانون. صحيح. هم عايزين يحترموا القانون. نعم. فنساعدهم على ذلك. صحيح. شكرا سيد دكتور عبد المنعم البنا، شكرا لحضرتك والقناه المبكره. اعتقد ملف حضرتك اثرته يعني محل ومحط اهتمام بشكل كبير من قبل وزاره الزراعه. الحقيقه الوزاره حريصه على تقديم كافه المشروعات اللي خاصه بتهم الشباب وتفيد شباب هذا الوطن الصاعد والواعد باذن الرحمن. ان شاء الله باذن الرحمن اللي جاي افضل، ودايما متفائلين. والحقيقه بحرص دايما في كل برامجي ان انا ببث الامل والتفاؤل، لان ده الركيزه الاساسيه اللي احنا ممكن نعتمد عليها كمستقبل افضل، وتحثنا على العمل والاجتهاد، وان شاء الله باذن الرحمن مصرنا الحبيبه في احسن صورها وحالتها مستقبلا وحاليا ايضا. شكرا لك ضيفي العزيز المحترم الكاتب الصحفي سالم ابراهيم سالم رئيس تحرير مصر اليوم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، نبدا حالا اولى فقرات برنامجنا الحواريه مع زميلتي مها، انتظروها.